بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث فيما يخص اتخاذ المولى أندادا لا ينتهي، لكن تعالوا إلى بعض آيات قرآنية تورينا كيفاش ربي ينبه ويحذر من اتخاذ أنداد لله، منها آية 22 من سورة البقرة وما أدراكم من سورة البقرة. يقول ربي الذي آية 22 الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني بسطها لكم ودحاها وباش تستقروا عليها، حتى لو كانت الأرض السطح نتاعها شوكة بجنب شوكة بجنب شوكة وتميد، ما عادش نجم نتصور اللي انت مازلت موجود على الأرض تسعى، ولكن مش تسعى لخرابك، مش تسعى لصالحك الأبدي، حطها في بالك. هو الذي عرفنا بذاته العلية وأسمائه الحسنى، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، كانوبي يعني بناء، أن إديفيس بناء، وأنزل من السماء ماء. وزاد ذكرنا أن نزلنا بفضل ماء من السماء، وتعرفوا دورة المياه وشو الحكمة، الدورة هي حكمة دائما هي سيرك يطول طول طونك يا دو لافي سور تاعك. والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني بروفيزيون بور فو، رزق الرزق المادي بدايته انزال المطر من السحب الثقة، وجعل من الماء كل شيء حي. وأرجو للآيات اللي تشير إلى نعمة الله أن أرسل إلينا وأنزل أمطار بعد أن ماتت الأراضي ويبست ولم لا ترى على وجهها أي خضرة وأي زهرة، نسأل الله السلامة.